تجربة زي غبي منه فيه، كانت تجربة مع الفنان الراحل يعني اهو حسن حسني. يمكن اكيد كل الفنانين تفتقدوا في ادوار كبيرة قدامه، وكان رائع الفيلم ده جدا يا استاذ هاني. طب ليه انت ما خدتش قرار ان غبي منه فيه يبقى له جزء تاني؟ والله انا طبعا حابب جدا ان يبقى له جزء تاني، يعني انت مش ممانع طبعا؟ وما عنديش اي مانع، وعملت محاولات الحقيقه عديده، بس لسه السيناريو ما طلعش بالجوده اللي تخليه جزء تاني. يعني انت عشان تقدمي جزء تاني لازم يليق بنجاح الاولاني، يبقى على نفس المستوى او يزيد المستوى بتاعه ويبقى يعني يستحق المشاهدة، إنما ممكن الجزء الثاني ياخد من رصيد الجزء الأول لو طلع وحش. فأنا بحافظ حتى هذه اللحظة على رصيد الجزء الأول، على نجاحه، على تاريخه، على مكانته عند الناس، مش عايز أهزه. فأنا لما أقول هقدم جزء ثاني يبقى لازم يبقى فيه إضافة. غياب الأستاذ حسن حسني والأستاذ طلعت زكريا والأستاذ الله يرحمه سعيد ترابيك طبعا هيأثر كتير على إن احنا نعمل امتداد للأحداث. ففكرنا إن احنا نحط الشخصية في عمل جديد بأحداث جديدة خالص، بشخصيات جديدة خالص، واحنا بصدد ان احنا قاعدين بنفكر في الموضوع ده، هل ده هيبقى مجدي ولا مش هيبقى مجدي، لكن المقترح نفسه قائم. ايوه. بس حتى هذه اللحظه لسه احنا ما خدناش خطوه. يعني اقدر اقول ايه مثلا خطوة. الاعمال اللي انت حابب تقدمها في الوقت ده، يعني انت عينك على ايه؟ حابب تقدم دراما قوي لان انت اشتغلت فيديو ومسلسلات طبعا، حابب تقدم اكشن، حابب تقدم كوميدي زي ما انت لان الجمهور بيحبك فيه جدا يا استاذ هاني، وان احنا بنشوف لحضرتك بتقدم كوميديا ناضجه مستويه. بامانه والله مش بجامل حضرتك. طيب حابب ايه؟ يعني انت مثلا بعد غيابه، وانت يمكن الغياب ده مأثر فينا كلنا كجمهور ليك، انت حابب ترجع بايه؟ يعني مثلا ممكن تدخل عمل في رمضان، احنا محتاجين ده، كلنا بنحتاج فيلم مسلسل حلو كوميدي يدخل بيوتنا، وانت عملت ده ونجحت فيه. فندم لو اتعرض عليا عمل جيد وسيناريو حلو لا يمكن اتردد اطلاقا، انما في حاجات كتير بتتعرض عليا انا ما اعرفش اعملها. انا يعني يبقى بأذي تاريخي او ابقى انا مش محترم جمهوري. لازم انا اقدم. انا تلمست على يد اساتذه كبار جدا وزمايلي كتيره جدا، استفدت منهم جدا. مخرجين كبار اتعاملت معاهم، مخرجين جداد اتعاملت معاهم، وناس كتيره جدا ليهم بصمه في حياتي الفنيه. انا يعني اخونهم واقدم عمل عبيط او تافه او مجرد ان انا عملته خلاص؟ لا، ما اقدرش اعمل ده. انا لازم احترم الجمهور، ولازم احط الجمهور قدام عيني في كل عمل انا بعمله، قد اصيب وقد اخطئ. يعني انا عملت مثلا اعمال انا مش راضي عنها، اخطات في اختيارها، مش عايز اكرر. يعني زي ايه؟ انت قلت انا اتسرعت في الاختيار ده. لا كتير. يعني زمان كنت بشتغل لمجرد اني اثبت وجودي، لمجرد اني اثبت ان في موهبه اسمها هاني رمزي. أيوة. موجوده يعني عايز الناس تتفرج عليها وتشوفها. فقبلت علشان انتشر وعلشان ابقى موجود. من اول حد اخذ الفنان هاني رمزي لنجم كبير يقوم عليه فيلم بالكامل تدار الاحداث حواليه، من اول حد اداك الثقه دي؟ اللي اداني الثقة دي مدينة الإنتاج الإعلامي في فيلم صعيد رايح جاي، أول بطولة لي. وكان من تأليف الأستاذ الكبير الله يرحمه الأستاذ محمد صفاء عامر، وكان المخرج اللي يعني تبنى هذه الموهبة وأصر على إن هاني رمزي يبقى بطل في السينما كان الأستاذ محمد النجار.
وكانت الشركه المنتجه شركه كينجت ووت، وهي من الشركات المحترمه جدا اللي انا يعني اكن لها كل الاحترام وكل التقدير ليهم، لانهم فعلا دفعوا بنجم جديد في السوق، وكان من المستحيل حد يعني يغامر المغامره ديت. شركه كينجت ووت لو هم فعلا كانوا قد الرهان، وحضرتك كنت قد الرهان وربحت الرهان، الحمد لله يعني هم نفذوا هذا الفيلم لصالح مدينه الانتاج الاعلامي. نورتني وشرفتني استاذ هاني رمضان.